بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنتكلم عن خامة الـ GRB والمكونات بتاعتها. بس احنا هنا مضربين الخامة بس هنقول لكم برضه الخامة بتتضرب ازاي. كده احنا بعد ما ضربنا الخامة هناخد المعيار بتاعنا على قد الزاوية دي. هو زي ما انتم شايفين المادة سايبة. كده احنا خدنا المعيار بتاعنا في المصادر اللي حصل. وده المصلب بتاعنا. المصلب شبه المايه بالظبط. وهنقلب تقليب كويس. اهم حاجه التقليب. بعد كده هنصب القلب بتاعنا. نتكلم بقى على الخامه نفسها. كل كيلو بلاستر بياخد كيلو سيميلاك وبياخد كيلو رمله سيليكا. يعني كيلو البلاستر بيعمل معاك 3 كيلو. بتبقى بنفس الطريقه دي. نقول تاني كيلو سيبلاك كيلو البلاستر بياخد كيلو سيبلاك اللي هو بتاع النقاشين وكيلو رمله سيلكا ويتدرب كويس. صلى الله عليه وسلم. ماشي. تخلي العجينه سايله عشان ما تعملش معاك سوس. وفي الصيف حاول ان انت برضه ما تكترش لا كوبرت ولا صابر عشان الجو صيف طبعا مش مستحمل فهتلاقي الشغل نشف منك بسرعه وهيتقطع. خليك لحد ما قسمناها. ماشي. هي بس ماشي. بس مش كده زمان. طبعا ده الشغل بعد ما ركب واقف على التصليب. وريني بقى عملت التاني اللي ركب على ليش اللي استنى. ايوه اتفرج عليه. بس كده. نسوي قد ايه كده على محمد؟ 10 دقايق ربع ساعة بالظبط. صيف وشتاء؟ لا. أمال؟ لا في الشتاء هيطول معاك شوية عشان خاطر الجو شتاء، بس احنا في الشتاء بنزود المصلب شوية وبنزود القوة. طيب مثلا لو الصبح أنت عم أشرب بتصور في إيه؟ هيصور هنا في إيه؟ طيب طبعا احنا معانا الأستاذ أحمد مشكور طبعا على المجهود بتاعه. وان هو طبعا شرفنا النهارده. استاذ احمد راجل طبعا من افضل فنيين الجي ار بي في مصر كلها. وطبعا احنا بنشكره ان هو نورنا وكده. فهو حب ان هو يديكم معلومه بسيطه ويفيد الناس ان هي ازاي تعمل الجي ار بي او تصب او كده. الحاجات اللي هي البسيطه اللي تقدر انت تتعامل فيها مثلا في الشغل بتاعك. لكن طبعا في حاجات شغل الخارجي ده هيبقى في حاجات صعبه على الفن اللي هو المبتدئ ان هو يشتغل فيها. فطبعا ديت العائله البسيطه ديت هو عملها لكم. بعد كده اللي هيصبها عم احمد ممكن مثلا يفك القالب بعد قد ايه؟ ممكن يفكه بعد 10 دقائق ربع ساعه عشان ما يتقطعش منه مثلا او ينكسر. يسيبه اقصى مده قد ايه؟ ربع ساعه. كل ما يطول يكون احسن؟ كل ما يطول كل ما يعني هو الماده دي بتسخن وبتبرد. يعني هو مجرد ما يسخن ويبرد خلاص كده التفاعل بتاعه خلص. بس طبعا انا بفك على طول يعني ما بستناش. تمام. انت هتلاقي ايدك بعد كده خدت لوحدها يعني. الصب طبعا لازم يكون في قوالب سيليكون صح؟ قوالب سيليكون. ما ينفعش في القوالب بتاعت الفايبر؟ ينفع في الساده فقط. تمام. ينفع في الساده بس. يعني بصوا يا جماعه احنا لسه مخلصين وبقول لكم الجو جامد. يعني بس. يعني الفيديو ما اتفصلش. الجو سيء. دي كده كمان 3 4 دقايق هتبقى بتكسر. تمام. طبعا بعد كده بقى بيشيل الزيادات بتاعته. هو يستحسن ان انت ما تخليش فيه زيادات عشان مقرفه شويه ان انت بتعملها بالصاروخ والكلام ده. يا يعني دوبك تخليها على المستوى الاقل يعني. تمام. عشان ما تتعبكش بس لان الماده صلبه. فيعني
نظافتها هتبقى جديده يعني. طيب ايه الفرق بقى بينها وبين الجبس البلدي او الجبس اللي هو العادي؟ لا ده شو، لان ناس كتير طبعا يا جماعه ما تعرفش ماده الجي ار بي. وقف كده على المشرف. طبعا يا جماعه نسال برضه استاذ احمد، ايه رايك او ايه الفرق بين الجبس البلدي وماده الجي ار بي؟ لان ناس كتير جدا جدا ومعظمنا ما يعرفش ماده الجي ار بي. فطبعا هو يوضح لنا ويشرح لكم اكتر ماده الجي ار بي دي بتتكون من ايه، او مدى صلابتها قد ايه، ومدى قوه تحملها مثلا في الشمس او في الخارج او في الاعمال المختلفه يعني. هو اولا ماده الجي ار بي اصلا اتعملت خصيصا عشان الشغل الخارجي، عشان الصلابه بتاعته، عشان فصل الصيف الشتاء والصيف والعوامل الجويه يعني. اما بالنسبه للصلابه، هو في صلابه الرخام الطبيعي بالظبط ما يفرقش عنه. معقول؟ اه يعني انا هقول لك على حاجه مثلا بسيطه. عم اشرف لف كده عم اشرف. اقول لك على حاجه بسيطه، دي جلسه عمود يعني قريبه من الايد مثلا، قريبه من الركب الجاي. لو اي حاجه يعني، لو جبس اقل حاجه تلاقيها اتكسرت او اتشردمت او اي حاجه. اما الجي ار بي عشان الصلابه بتاعتها طبعا شديده، طبعا ما تقارنش خالص بالجبس. يعني هنا مثلا معانا عينه جبس، يعني كده العينه الجبس ده كده التاج اللي احنا راكبينه، بس جبس ده كده التاج الجبس اللي احنا صبناه تمام. وانت مثلا محتاج ان هو يجي بس عم بشرف محتاج ان هو يقرب يعني. طبعا الاثنين مع بعض اهو. الفرق باين يعني في الملمس وفي كل حاجه يعني. هو رشه بروس على طول يعني بالنسبه للي هيشرفه. نظافه طبعا مفيش سوس كتير زي الجبس. خالص. ويزيد ويتحمل الصدمات يعني، زي ما قلت لك جلسه زي كده لو في الارض واي حد خبطها ومعاه كده. يعني ناس كتير يا جماعه كانوا بيحبوا مثلا، انا عن نفسي كان اي حد بيجي يعمل شغل جبس في الارض اقول له لا ما تعملش اي شغل جبس في الارض. ليه؟ لان اي عيل ممكن يمسك اي حاجه معدنيه ويكسرها. فانا دايما بكره اي شغل جبس يكون في الارض. لكن طبعا شغل زي ده بالمتانه بتاعته طبعا قوي جدا، اكنك عامل قطعه رخام بالظبط، بس انت بتشكلها زي ما انت عاوز. فالمتانه بتاعتها طبعا عاليه جدا، فدي تشجع العميل ان هو يعملها في الوطن ومفيش اي مشكله وما يخافش منها. طب لو زي كده كله وين؟ مش هتعرف تطلع التفاصيل دي جبس، مستحيل. مستحيل تعرف. طبعا الاستاذ احمد بيتكلم على العمق بتاع الرسمه، والعمق طبعا في التفاصيل ديت مش هتطلع معانا في الجبس. صعب ممكن تعمل علاقه الزوم على المؤشر. بنتكلم طبعا يا جماعه على العمق اللي هو زي ده كده. تمام. طبعا زي ما انتم شايفين الفرنه نظيفه، ما فيهاش اي سوس، ما فيهاش اي حاجه. تركب طبعا مفشها زي كده. مسامير. خرم بالهبت زي شغل الجبس برضه بالظبط. مسمار سن الصبح. هبقى البنوبة من بعيد كده عشان يبقى واضح. انت ده مركبه على 10 بلس؟ لا لسه، مش مركبه لسه. احنا هنا مكملين العيدان، بدل ما نركبها جي او بي مركبينها بيوتك. مركبينها بيوتك. البيوتك برضه خامه برضه جديده يعني، غير الجبس برضه. بس كده عم بقول. تمام. الله ينور. اي اسئله تاني؟ الله يبارك عم احمد. يعني طب التكلفه بقى، ناس كتير طبعا هتخاف من التكلفه. التكلفه بصراحه غاليه شويه. عشان طيب المقارنه مثلا بالجبس البلدي، لو انا عامل مثلا الشغل ده جبس بلدي. هتبقى التكلفة في فرق قد ايه؟ تريبل. ايه؟ تريبل. يعني ايه؟ ثلاث أضعاف. يعني مثلا فاكس الصب جبس ده. هل ده كده عم اشرف؟ التاج مثلا ده هنقول مثلا خدت 4 كيلو جبس. مثلا يعني بكام ال 4 كيلو جبس؟ ما كلفش مثلا 10 جنيه. لكن التاج مثلا زي اللي فوق. اللي هو جي او بي ده مثلا يعمله قد ايه؟ فلوس ولا خامة؟ لا كله ببعضه يعني. يعني مثلا ما هو غالي شوية يعني. يعني يعمل له مثلا حوالي 700 جنيه. ما شاء الله. طبعا أغلى من الجبس بكتير. هو عشان خامات بس. عشان خامات وبياخد كمية كبيرة طبعا. الباستيلا 18 كيلو ب 700 جنيه، ده غير المصنفات بتاعتها، غير الكوبات، غير السباك، غير. تمام. بس طبعا يا جماعة في فرق في الخامة بين الجبس، ما فيش أصلا مقارنة بين الجبس البلدي وبين الجي ار بي. تمام؟ طبعا انا بشكرك يا استاذ احمد. حبيبي حبيبي. كل السعادة اللي انت شرفتنا والله. حبيبي. وطبعا
ان شاء الله ننزل فيديو على القناه بتاعتنا وان شاء الله في القناه. ده شرف ليا والله.